عندي مسد حتى الجديدة ما فيها أي مكيدة مسك الرد أنا لا أرضاك مشاكلك حتى أبويا ما يطولو شوف عيني تنبط حتى قدامي تنبط أبويا قدامي مضحك العسكري أبويا أنا تشفى السي بس أنا تشفى شوي من هذا خليك تشفى السي ما عندي لسي ما لا تواسي ما الله أنت وش به اللي هي ما كان يجي السطر حرام خذوا لا يشرب هذا البوش ودور يا بابا هذا البوش الوذل التسيام يشرب أنا يجي السطر لا بد يجيس حد بيطب خذوا مخلوق ولا ساكن هو لامقنت هو تابه الحرام هو به الليلة طعام لا يشرب هذا ما تعافى وقف الوزن التيار لا عافى لا لقنتي لا هذا هو موجود بس انا قطعت هو صندوق صندوق ها ها شو رجازك شو صدق ما يصلح لك هذا الشخص ايوه ها ها هاي السلام عليكم هذا ما هو قرايش الطب يا اخوان كم ولد ما قالوا عليك قالوا عن الحس عند المريض يحتاج الراحه شوي ايوه والله هو قدم هي عاد عمل اصبرت عليه هم تطول امره ايوه والله قالوا لي السياره جاب الحمى والراس ولا يوقف سبه والقذاف القذاف وجاب القذاف يا جاب القذاف والراس والحمى والجو ما هذا لماذا متخطي في طبع عملت شنو الدعاء؟ لا عملنا له لا احكي لي شو اللي عملت كم؟ شو عملنا له لا شنو الممكن والتعليم؟ ايوه هذا في الممكن وفي بكاك وفي الصلاحه وفي الميره وفي قناه وفي مال شوي من التقي شوي من اللاجئ شوي من جحشين خليني شوي هذا الحمد لله ما مات المريض ايوه حد شرب هدول معلوم في قلت السلام معلوم في السلام عليكم هذا السلي قندي هذا هو اللي يجيب قندي السلام عليكم ايوه لك لقاش عنده مريض وتجعله لقاش تبرم به واحد الطب الله يعرف حالته شنو هي سمعته يعطيه الدول ما يكون عليه ويسقيش من الدول ما يعرف حد شنو دول تقريبا ما نعرف شنو هذا ما يقول ما عندنا عنده واحنا دوانه لكن يعني اغلبنا نقصه بالطب بدل يعود كان المرض به بسيط يضاعف له به اللي يسوي الوايات اللي يشرب هذا ما يتوسع صوم هذا لا هو اللي يداوي المرضى ما يتوسع لا نسبه احنا انهارات نداوم احنا اللي يقلبونا هو باطن مالي يا ابوي انا حنين شو ها قاعد يفوق قاعد يفوق ومالي قاعد الحمد لله خالد عادي ما وشيتي هذا خالد ضيق ضيق بالنفس والتهاب المعدة بهذا الواي كان يشرب لا حول ولا هذا جاك ما يشرب من ياك لا سوى هذا بناء احنا كنا معدين ما هذا كل شيء والله تشرب ستة والله لا سي بيدون لا ضرب شي خاص هذا هو النعم هذا هو ادوان النعم شفتي هذا نداوي به لا يداوي شفتي هاي المرض تاع هذا الداوي هاي اللي شكلها تجيب بدي شفتي هاي الماده اللي فيها والله الواي تسكو هاي تاثر بالكذب ايه راينا في الطب ها مينو ما رضى حكمه داري المبايت هون الليلة معم دار الدقة ها عضا جدا عالدقة بالرأس ما رضيت عليك ولا
هاي الخارج لها بسيط هاي سخفة ودور تقعد عنها يقال هذا سبب انتوما سبب انتوما انتوما تجول الطب وطلالوا تيجوا وطلالوا تجفوا والمريض ما يقدر يشبر الراحة ولا عرضة الدقة ما يقدر يسمونك ولا يقدر يرقد وتجيبهم بجواتكم وتجيبوا الناس اللي فيها القلب وتجيبوا الناس اللي فيها ما يعرف حد شنو الطب شوفوا فيه الناس دم شوف مروري من قلوبها وفيها اللي مجرحة واللي معنترة واللي مصابة من نوع الأمراض الخطيرة وشوفوا مشاهد الموت معناها انحد فيه القلب وفيها الضغط يبقى في الدار طب يشيها لها المريض ويجي معها رقاجين ما تجي معها خلق من الخلق وظل تاي وظل رقيس وظل عياط ترك راجي منكم هاي الرواية تتقلبوا عليها ولا تتكرر مرة شاكين منها رانكم شاكين منها شاكين منها لا بس غدرت فقرة كذا عادي راي نمشي خل عليها مشهد شوي والله ما سينا قعدوا قاعه ايوه ايوه طاقتوا ماشي ايوه طاقتوا ماشي ما تتاخن عن بدي تطب قاع انتم خرصونتم ايوه الدعوة اخرى مشيتوك اوك كفتو ماتريال ها وكفتو ماتريال